بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم معانا جهاز يا جماعة أربع أربعات أوميجا قاطع خالص يعني مش قاطع خالص بيقطع لو حد ضربه أو هزه يقطع خالص ويدي أرقام أو يدي إصفار زي ما احنا شايفين كده يا جماعة هنجربه على السيريال ونشوفه أهو كده هو بيبدأ أهو هيبدأ كويس ويشتغل كويس ولكن أي حد يهزه أو يضربه زي ما احنا شايفين كده بصوا يا جماعة بصوا قلب ادانا ادانا سبعة رقم سبعة على الشاشة الأمامية ديك وقطع خالص قطع إشارة وقطع كله ويفضل على كده هنفكه ونشوف فيه إيه أو نعرف إيه حكايته مسمار مساميره أهو أدي مسمار وأدي مسمار وأدي مسمار ثلاثة ورا واتنين من الجناب كده يا جماعة هنفك كده وأول حاجة هنقوم بيها ننضف الايه البوردة يمكن تكون في حاجة ملمسة ممكن مثلا حتة قصديرة ملمسة وبت اثناء الهزة تروح ملمسة في قطعة جنبيها حتة إبرة يعني أي حاجة غير طبيعية ممكن توصل وتفصل دي حاجة من البديهيات اللي أنا بحب أعملها تملي في أغلب الأجهزة يعني كده خصوصا لما الاقي عليه اتربه كتيره او ما اتفتحش بقاله فتره كتيره هنجيب مثلا بنزين او طينر او اي ماده طياره زي التينر او التيونر او الكحول الكحول الاسيلي او الكحول الابيض وننضف كده البورده مش بميه يا جماعه او زيت الزيت هيجيب تراب وهي وهيبهدل الدنيا تاني وهيلم تراب على البورده ده بينظف ويطير الحاجات دي بتنظف وتطير ده طبعا انا بستخدم بنزين او ساعات تنر او ساعات كحول اسيلي هنركب كده ونشوف نشوف نتيجة اللي احنا عملناه ده ايه بس قبل كده يا جماعة هنعمل حركة اهي هنسخن على الاجزاء جوه خصوصا البروسيسور والرامات والفلاشه يعني والاجزاء اللي ممكن ايه تكون باينه قدامنا ان هي موصله وهي مش موصله طبعا لو عندنا هوت نعمل بيه طبعا انا ما عنديش للاسف هوت ربنا يدينا هوت كده ونعمل حكايه ونبقى معانا يعني لانه مفيد فانا بستعيد عن كده ب عندي الـ الـ الولاعه عندي طبعا ولاعة اللي هي الغاز دي وبالراحه كده يا جماعه الاجزاء وخلي بالك لا يولع وابعد عن الاجزاء البلاستيك ابعد عن الأجزاء البلاستيك عشان بسريعة الاشتعال وبحرفانة كده وبخفه ايوه عمليه يعني تسخين بسيط كده يا جماعه طبعا تخلي بالكو ده دي الحاجات دي ميعملهاش غير يا جماعه معلش محترفين في الصيانه وعارفين بيعملوا ايه مش انسان عادي لا يولع في نفسه او يولع الجهاز نشغل بقى كده بعد عملنا عملية التسخين دي ونشوف النتيجة بعد ما نسيبه يعني يبرد شوية صغيرة كده الحمد لله بدأ يفتح اهو ونشوف هيعمل ولا لأ آه ما عملش ازا عمل ولا ايه ودينا برضو لبس سبب لسه العطل في حاجة تانية هنجيب بقى البوردة نشوف البوردة من تحت يا جماعة ممكن تكون مفكوكة او فيها الحام فاكك من تحت نفكها ونشوفها كده بعنينا طبعا ممكن برضو في نفس الحكاية نعمل دايرة الباور الدايرة الامامية اللي هي الشاشة الامامية الخضراء دي برضو نراجع لحماتها كده بس انا ماشي مع الوقت لخطوة خطوة خطوة هنفك البوردة دي كده اهو فك من من السوكت ده بتاع ال ان بي او الجاك نفك الصمولة عشان يخرج معانا مع مجموعة المسامير اللي في الض... اللي ماسكة البوردة وماسكة السكوتات التانية دي وماسكة المداخل دي أهو يا جماعة هنفك المسمارين دولك دولك مسمارين يعني على زي ما شفير أنت رأيتهم أهوك بيتفكوا مثلا ب... ببنسة أو مفك كده أهو يا جماعة فكناها وهنعيد اللحامات على كل الأجزاء اللي ظهرنا دي من تحت فممكن إيه نلاقي حاجة طبعا وانا براجع كده شفت فايده ولاحظت العطل يا جماعه وكان عطل غريب عطل صناعي عطل مش عايز اقولك اللي عمله يعني اللي عمل الجهاز ده حمار او خطا صناعي بلاش حمار اهو يا جماعه هقول لكم كده ايه اللي فيه او سبب العطل ده كله حته بتاعه صغيره خالص هقول لكم عليه اهو يا جماعه اهو في البنز ده يا جماعه في ال في, ال في الاطراف دي يا جماعه محطوط على الارض كده محطوط على بيلمس في الارض ده ايوه ده بيلمس هنا في الاول انا لاحظت ان مفيش مسمار في هنا كده على اطراف التثبيت بتاع البورده دي بس قلت يمكن حد من صيانه قديمه ولا حاجه فطبعا الظاهر هم اللي اللي بيصنعوا سابوه كده سابوه مفكوك من غير مسمار عشان الجزء ما يلمس الجماعه اللي بيجمعوا بقى قال لك يلا سيبه زي ما كده هيشتغل مش هين عليهم يقصوا الحته الزياده دي وكله يا جماعه من البنس الزي... الطرف التغذيه الزياده ده كان بيلمس وتقريبا كده لا التلاتة من عشرة عشان ده في اول السكت من ناحيتي من ناحيه من تحت كده ونركب كده يا جماعه ونشوف عطل غريب وسهل وهو يعتبر نقدر نقول عطل تصنيع اهو طبعا انا اهو كنت اجي انزل انزل البورد على القاعده تحت يا جماعه تروح قاطع نفس الحكايه فلاحظت الحكايه دي اهو يا جماعه كده اشتغل الحمد لله نضرب كده بصوا يا جماعه العطل خلاص راح انتهى كل ده يا جماعة من البنز الله يسامحهم اللي عاملين الجهاز دولك او اللي او اللي ركبوا البورد ديك يعني كسروا فكوا ويقصوا وما هم هما عايزين يخلصوا لو شغال مشى حالك يلا وما رضيش يركبوا المسمار اللي جنب السوكت ده اهو اللي هو تحت السوكت على طول دوك عشان لو لو تركب المسمار هيلم هتلمس البنز ده في في الارضيه اللي تحت ايوه اه هنجيب بقى مسمار بعد التثبيت انا كنت اركب المسمار يا جماعه يروح قاطع كده بصوا كده الوقت دلوقتي ركبت اهو ركبت مش هيحصل حاجه ان شاء الله الاول كنت اعملها تروح قافل الجهاز بصوا يا جماعه اهو الطرف ده واصل طبعا للكهرباء للطرف ده وكان بيلمس في الأرض الحمد لله شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته